نتائج الحمد لله التي حققناها ونتائج مشرفة هي مجهود مشترك للأطر التربوية خاصة المدرسين اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير، وأيضا مجهودات التلاميذ بدعم من الأسر وبدعم من الأطر الإدارية والتقنية العاملة في القطاع. هذه السنة تم تحقيق نتائج نوعية متميزة، بحيث أنه لاحظنا أنه تطور عدد الناجحين بميزة، وأيضا حصول الجهة على أعلى معدل وطني في التعليم العمومي ب 19.35 من المديرية الإقليمية بخريبكة، وهذا مؤشر أيضا إيجابي، بالإضافة إلى تحقيق 1066 تلميذ لميزة حسن جدا. والنجاح كان مزدوج، نجاح على مستوى تنظيم هذه الامتحانات التي تمت في إطار وضعية الطوارئ الصحية، وأيضا نجاح على مستوى النوعي بتحقيق نتائج متميزة ربما أقول غير مسبوقة. طبيعة الحال الإحساس من بعد ما شفت النقطة هو إحساس ديال الفرحة، وخليط من مشاعر الفرحة والدهشة من جهة، ولكن حسيت بواحد الفرحة كبيرة. علاش؟ لأنني رضيت الوالدين ديالي وفرحتهم وجميع أعضاء العائلة، وتحسيت أنني حققت جزء من الحلم ديال جدي الله يرحمه المتوفى، اللي كان يطمح أنه يشوفني ولي الطبيب. كان تنعتني بطبيب العائلة، لذلك فالحلم ديالي هو نولي طبيب إن شاء الله إلا كتب الله، رغم أن المدة طويلة ونوعا ما تنتمي لأسرة متوسطة وتحتاج الدعم. فلذلك أتمنى أن يساعدني الله ومساعدة الملك محمد السادس اللي لا يبخل علينا بالتوجيهات الحكيمة، ومساعدة وزارة التربية الوطنية بمختلف الفاعلين في المنظومة ديالها، وزراء مدراء الأكاديميات ومدراء الجهات وغير ذلك، فما تيبخلوش علينا وتيواكبوا المتميزين إن شاء الله. وأتمنى أني حالفني الله عز وجل ويوفقني باش نوصل هذا المتغى إن شاء الله.